ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت لكم نوعين من العصير من فاكهه واحده، وهي من فاكهه العنب. عملنا عصير العنب الاخضر وعصير العنب الاحمر. يلا بينا يا احلى فانز نعمله سوا، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي. معايا هنا اول حاجه مكونات العصير. معايا هنا عنب احمر وعنب اخضر، انا نقعتهم في ميه بس لسه ما حطيتش عليهم اي حاجه، هقولك تغسليهم ازاي. نحط هنا كده معلقتين عصير ليمون، وبعدين ايه، تنزلي بالخل بقى كده. ما تستغربيش، عصير ليمون وخل. اه طبعا احنا ايه، بنغسل الفاكهه بتاعتنا بالحاجتين دول. ما ينفعش خالص تعملي العصير او تاكلي الفاكهه من غير ما تكون، خصوصا المشمش، الخوخ، البرقوق، العنب، كل الفاكهه بتاعتك اللي بتدخليها جوه بقك انت وولادك لازم تتغسل بالحاجتين دول، والفراوله برضو، عشان ايه؟ عشان بيبقى عليها تراب وحاجات مش كويسه من المكان اللي انت بتشتري فيها. ونقوم ماسكين الفاكهه ونغسلها كويس قوي كده. بصي شايفه؟ طبعا انت هتتصدمي بقى من الميه اللي انت ايه هتشفيها في الاخر. تفضلي تغسلي فيها كويس جدا، شايفه؟ لما تبقى نظيفه وزي الفل. وتغسلي في العنب التاني برضو كده. انا شايله العنقود بتاعه ليه؟ عشان هعمله عصير. انت بقى لو هتقدمي جنب جبنه وبطيخ وكده عايزه تسيبي العنقود بتاعه، بس تغسليه بنفس الطريقه. تسيبيه هتقدمي لضيوفك، تسيبي العنقود بتاعه برضو. تفضلي تغسليهم كده وتقعديهم في الميه والخل والليمون شويه، وبعدين تاخديهم تحت ميه جاريه بقى وعلى الحنفيه، وتشطفيهم كويس قوي وتصفيهم في المصفى. وبعدين ايه، يلا بعد كده نعمل العصير بتاعنا. بعد ما غسلت العنب وصفيته ووريته لكم، معايا النوعين، ادي الاحمر وادي العنب الاخضر، ومعايا السكر، السكر على حسب الرغبه، ومعايا كوبايه ميه. وعايزه اقول لكم حاجه، يا ريت تختاروا العنب يبقى فريش مش دبلان عشان ما يمررش معاكم في العصير، واختاروا دايما الفاكهه بتاعتكم تبقى حلوه كده وصبحه. يلا بقى نبدا ونشوف هنعمل العصير ازاي. جبت الخلاط اللي هشتغل فيه، وبعدين هنحط العنب كده بسم الله، ونحط عليه السكر والميه. بعد ما حطينا الفاكهه في العصير والمكونات بتاعتنا، هنشغل الخلاط. بعد ما ضربت العصير في الخلاط، جبت الكوبايه بتاعتي والمصفى، وابتدي دلوقتي بسم الله صفي العصير. شايفين لونه اخضر وجميل ازاي؟ نصفيه كده براحتنا عشان ما نبهدلش الدنيا. غسلت الخلاط ورجعت تاني عشان نعمل النوع التاني من العصير. احط العنب الاحمر، وبعدين هنحط السكر. طب انا بستخدم سكر قد ايه؟ برضو اللي عايز يعرف، 3 معالق. انتي على حسب الرغبة، عايزة تزودي عايزة تقللي، على حسب الكمية اللي بتعمليها. بس على كوباية المية وبولة العنب ديت، 3 معالق سكر بيظبطوا قوي العصير. هنشغل الخلاط. وبنفس الطريقة هنقوم مصفيين العنب التاني الأحمر. هو التفل فيه ما بيبقاش كتير، بس ايه كده احسن برضو عشان ما يضايقناش واحنا بنشرب العصير، ولو عندنا اطفال برضو يبقى سهل بالنسبة لهم وحلو. اهو هخلصه بقى واوريهولك في الآخر. خلصت العصير، هصبه بقى بسم الله. ادي عصير العنب الاخضر بس، وادي عصير العنب الاحمر. بس كده وللزينة بقى، انا عملت قطع من العنب كده هنحطها هنا في العصير عشان تبقى حلوة قوي. نحطها كده جوه العصير،
في العصير ده برضو هقوم حاطه ايه شويه من العنب كده الاحمر، انا عامله صوص كده شايفين الجمال من نوع عنب، عملنا نوعين عصير حلوين قوي وتحفه. بس كده خلاص خلصت، حطيت العصير في الكوبايات، شكله جميل قوي وطعمه حكايه، عصير منعش وسهل قوي قوي في حلال الصيف، جربوه قولوا لي ايه رايكم.